لمناقشة كيف تواجه الولايات المتحدة تحدي وباء كورونا ينضم إلينا الآن من نيويورك ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سيد بانون مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. اليوم باتت الولايات المتحدة البؤرة الرئيسية في العالم لهذا الوباء، أعداد الإصابات مرتفعة بشكل كبير، أعداد الوفيات أيضا مرتفعة بشكل كبير. أنت كان لك تحذير للرئيس ترامب في شهر يناير قبل حوالي 3 أشهر بشأن وباء كورونا، هل برأيك كانت استجابة الإدارة لهذا التهديد متأخرة نوعا ما؟ أعتقد أنه في البداية أنا أود أن أشكركم قبل كل شيء. أعتقد بأن طبعا أنهم قاموا بخطوة قوية حينما أوقفوا الرحلات إلى الصين، ثم فرضوا الحجر على المسافرين، ثم كان هذا الاختبار والفحوص، وحتى طبعا الإدارة طبعا تعاملت مع هذا الأمر. أما نيويورك فكان هناك طبعا أمر آخر، وكان هناك إعلان حالة طوارئ. أنا كنت أنصح مثلا في 30 يوما الأولى بأنه ينبغي إغلاق البلاد. أنا دعوت لأن يكون هناك خطوات متشددة أكثر وسياسة متشددة أكثر. أعتقد بأننا ينبغي أن نغلق الولايات المتحدة ل30 يوما، نوقف كل الرحلات الجوية الدولية والداخلية، ووقف أيضا كل النقل الداخلي. نفعل ما فعله الصينيون في أوبي، وأعتقد بأنه ويمكن أن ترى من خلال طبعا ما عرضتموه أنتم بأنه كان عملا رائعا. مثلا كان ينبغي على أن تفرض على نيويورك ما فرض على ووهان. نيويورك الآن أسوأ من ووهان، إذن علينا أن نتخذ إجراءات قوية جدا حتى تتمكن الولايات المتحدة من احتواء الأمر. سأعود لأسألك عن هذه الخطة التي تقترحها سيد بانون، إنقاذ أمريكا في 30 يوم، ولكن دعني أعود مرة أخرى لأسألك عن استجابة إدارة الرئيس ترامب لهذا التهديد، هل كانت بالمستوى المطلوب برأيك؟ أعتقد بأنها كانت قوية، ولكن ينبغي أن تركز أكثر. تذكروا هذه مشكلة لديها 3 طبقات، هناك الوباء العالمي الذي أدى لأزمة اقتصادية في العالم، والآن أطلق أيضا أزمة مالية كما تعلمون في المملكة العربية السعودية. انظروا مثلا إلى الأسواق المالية والطلب على النفط، هناك أزمة اقتصادية ثم أزمة مالية بالإضافة إلى ذلك. أعتقد أن الإدارة قد قامت بعمل جيد لأن تحاول أن تواجه الأمور الثلاثة، ولكن أنا طبعا أوصي بأن يكون هناك سياسات متشددة بشأن السياسات التي تطبق اليوم حتى يحتوي هذا الفيروس. نعم، تقول سيد بانون أنه الإغلاق المتشدد للبلاد سيقود إلى عودة النشاط الاقتصادي بسرعة. أنت تقدمت والمجموعة التي تقودها بخطة تسمى إنقاذ أمريكا في 30 يوما، هل عرضتم هذه الخطة على الإدارة وهل استجابت لها؟ نعم، تحدثنا إلى أعضاء في الإدارة ويوميا ومرارا ومرات عديدة. أعتقد أن الرئيس طبق بعض البرامج، مثلا أمس بشأن الأدوية الهيدروكسيكلورين، مثلا دعا بأن يكون هناك مخزون وطني. أعتقد بأنهم يتخذون بعض المجهودات، واليوم على التلفزيون الدكتور فاوتشي وفريقه دعوا لإغلاق وطني. أعتقد بأنه مثلا إذا كنتم تشاهدون هناك في الشرق الأوسط ما يحدث، فأنا أتوقع بأن الإدارة الأمريكية ستتخذ بعض توصياتنا. طبعا أعتقد بأنهم سيطبقون هذا لما تبقى من الوقت الذي اقترحه الرئيس. هل تعتقد بالفعل سيد بانون أنه بإمكان عودة النشاط الاقتصادي بهذه الفترة الوجيزة التي تتحدث عنها؟ نتحدث عن شهر هنا بحسب الخطة التي تقدمتم لها، هل هذا وقت كافي لعودة الحياة إلى نوع من الطبيعية على الأقل في المجال الاقتصادي؟ لا، هذه هي النقطة. علينا كما قلت أن نقسم ظهر الفيروس أولا، وطبعا العالم يرى مثلا من الهند إلى جنوب إفريقيا إلى أوروبا، علينا أن نقسم ظهر الفيروس أولا. هذا أولا، لا يمكن أن تحيي الاقتصاد فقط. الاقتصاد الأمريكي لن يعود طبعا بعد 30 يوما فقط. ما أطلبه وأوصي به بأنه يمكن أن نتخذ 30 أو 60 أو 120 يوما من الإغلاق المتشدد. لا يمكن أن نغلق
تغلق البلاد لأربعة أشهر. الولايات المتحدة لم تبنى لهذا. نحن طبعا بلد يريد التواصل ويحب التواصل، ويمكن أن نبقى منغلقين لأربعة أشهر، والاقتصاد لن يعود بسرعة بكل تأكيد. علينا أن نكون منفتحين. طبعا هناك ضرر اقتصادي قد حدث، وطبعا هذا يستغرق وقتا لإصلاحه، ولكن الإدارة كما قلت، التريليونان الذين نسمع عنهما ليس للتحفيز، إنها فقط تعيدنا إلى ما كنا عليه، إنها فقط جسر مالي كما يسمى. الاحتياط الفيدرالي قد وضع 6 تريليونات دولار في الأسواق المال، ولذلك نرى تعزيزا مثلا في أسواق المال في العالم، من طوكيو إلى الرياض إلى لندن إلى وول ستريت. أعتقد بأنه سيكون هناك ربما إجراءات مالية أخرى، ولكن الاقتصاد لن يعود خلال 30 يوما. أعتقد بأنه مثلا بالنسبة للسعودية، الطلب على النفط ربما لن يعود أيضا بسرعة. علينا أن أعتقد بأن هذا سيستغرق أشهرا عديدة قبل أن نعود إلى ما كنا عليه قبل الأزمة. أشدت سيد بانون في بداية حديثك بالإجراءات التي اتبعتها الصين للتعامل مع هذا الوباء، إجراءات صارمة جدا. البعض يقول لا يمكن تطبيق مثل هذه الإجراءات في دول منفتحة، دول ديمقراطية كالولايات المتحدة. هل برأيك بالإمكان الاحتذاء بالنموذج الصيني في الولايات المتحدة للتعامل مع هذا الوباء؟ الصينيون أو الحزب الشيوعي الصيني هو عدو الإنسانية، هم أعداء الصينيين أيضا أو الشعب الصيني، هذه حقيقة. وبغض النظر عن مصدر الفيروس، إذا كان قد أتى من مختبر مثلا في ووهان أو غيرها من المدن، أنا لا أقول بأن هذا سلاح، ولكن ما أعرفه بأن الحزب الشيوعي الصيني كان يعرف بهذا التفشي، كان يعرف بهذا الأمر بديسمبر، وكان يعرف عن العدوى من البشر إلى البشر، لكنهم أخفوا هذه المعلومة، والآن طبعا الضحايا كانوا السكان في ووهان. طبعا هذه الدولة القمعية والديكتاتورية طبعا ليست مثلنا. أنا لا أدعو لأن نطبق إجراءاتها، ولكن أنا أقول بأن الغرب يمكن أن يغلق مدنا، لا يمكن أن طبعا أن نستعمل ما يفعله أو نفعل ما يفعله الحزب الشيوعي الإجرامي، ولكن هناك إجراءات اتخذت في إيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا في الدول الديمقراطية، ومثلا في الهند والسعودية. عليهم أن يفهموا بأنه حينما يأتي هذا الوباء، فأهم شيء بالنسبة للمواطنين وللحكومات أن تتخذ إجراءات صارمة. أن تذكروا الأنظمة المعقدة، فإن الإجراءات المتشددة طبعا تؤدي إلى نتائج أفضل. نحن لسنا ديكتاتورية، لا يمكن أن نستعمل القمع الذي يقوم به الصينيون ضد الشعب الصيني في ووهان، ولكن الديمقراطية يمكن أن تقوم بالحجر الصحي ويمكن أن تغلق المدن. ولكن أنا أقول بأنه علينا أن نغلق المدن، وإلا فإننا لن نهزم هذا الفيروس، والإجراءات النصف أو الإجراءات النصفية لا يمكن أن تقضي على الفيروس، وهذا ما يؤثر ويضر الاقتصاد. سيد بانون، ما الذي يجعلك متأكدا من أن الصين أخفت معلومات متعلقة بهذا الوباء؟ سمعنا هذا الكلام أيضا من رئيس ترامب بالمناسبة. ما الذي يجعلك متأكد من أن الصين كانت تعرف سواء في ديسمبر أو قبل ذلك عن درجة تفشي هذا الوباء؟ نحن نعرف، إنها وقائع. تايوان مثلا كانت في 29 من ديسمبر، ذهبت إلى منظمة الصحة العالمية في 29 من ديسمبر وقالت لهم بأن هناك عدوى من البشر مثل مرض سارس في الصين. نحن نعرف حقيقة بأن الرئيس شي تحدث إلى المسؤولين في ووهان في 2 يناير، هذه حقيقة موجودة من الرئيس شي. ونعرف بأن الصينيين أو المسؤولين في الحزب الشيوعي كانوا يعرفون في نهاية ديسمبر 2019 بأن هناك عدوى بين البشر وكذبوا. هناك تغريدة وينبغي أن تتأكدوا منها في 14 يناير من منظمة الصحة العالمية، والتي قالت بأنهم قد تحدثوا مع وزير الصحة الصيني وأيضا المسؤولين الصينيين، حيث قالوا بأنه ليس هناك عدوى بين البشر. ذلك كان كذبا. وتذكروا بالنسبة للجميع في السعودية وفي
الخليج. طبعا هناك هذه أوقات عصيبة. هذا كله بسبب الحزب الشيوعي الصيني، وبأنه هناك مثل تشيرنوبل، حادثة تشيرنوبل قد حدثت في الصين. الحزب الشيوعي الصيني كذب على شعبه بشأن تفشي هذا الدعوة. لو أنهم تعاملوا مع هذا الأمر في نهاية ديسمبر لم يكن ليحدث هذا. ووهان كانت لتكون سالمة، وأيضا محافظة هوبي، وأيضا كل العالم كان ليكون جيدا. الحزب الشيوعي الصيني كذب وأخفى هذه المعلومة، وهذا أدى إلى انتشار هذا الوباء وتدمير الاقتصاد العالمي. مشاهدكم ينبغي أن يفهموا، أعتقد بأن الأمر يتطلب عقودا حتى نخرج من هذه الفوضى التي أحدثها هذا الحزب الشيوعي. في أقل من دقيقة سيد بانن، تتحدث عن عقود من التعقيدات، كيف تتوقع أن يكون شكل العالم في الفترة القادمة، فترة ما بعد كورونا، باختصار لو سمحت؟ الحزب الشيوعي الصيني هو تهديد للشعب الصيني وللإنسانية وللغرب الصناعي. أعتقد بأن الحزب الشيوعي الصيني هو يخلق حربا إعلامية ضد الديمقراطيات الغربية، والشعوب من السعودية والخليج والهند وأستراليا إلى اليابان هم في حالة حرب مع الحزب الشيوعي الصيني. ما فعلوه لا يغتفر وينبغي أن يحاسبوا وسيحاسبون. هذا ليس بخصوص الشعب الصيني، إنهم ضحايا. الحزب الشيوعي الصيني يجب أن يحاسب، ويوم الحساب سيأتي. شكرا لك ستيف بانن، كبير الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان معنا مباشرة من نيويورك. الآن معنا من ولاية فلوريدا الأمريكية مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب، ومعنا من ولاية ماريلاند الخبير الاقتصادي شريف عادل. قبل أن نبدأ في النقاش ننتقل لمتابعة هذه الصور التي تأتينا مباشرة من نيويورك، من ساحة تايم سكوير تحديدا، هذه الساحة التي تعج بآلاف الناس، عادة نراها شبه خالية، وهذا منظر نادر للذي يعرف نيويورك، هذه المدينة التي لا تنام كما يقال. واضح أن الحركة فيها شبه معدومة، وخاصة في واحدة من أبرز وأكبر الساحات فيها، وهي ساحة تايم سكوير. إذن هذه صور مباشرة من مدينة نيويورك كما تردنا هذا المساء. الآن أعود إلى ضيوفي لمناقشة ما يحدث في الولايات المتحدة وكيفية استجابة الإدارة الأمريكية مع هذا التهديد. سيد توم حرب، مرحبا بك معنا. كيف نقيم استجابة الإدارة لهذا التهديد غير المسبوق التي تشهد الولايات المتحدة والعالم، البعض يقول، والذي لم نشهده منذ حوالي 100 عام، كيف ترد على ذلك؟ أولا مساء الخير لك ولضيوفك والمشاهدين. طبعا هي كارثة دولية تحدث اليوم ونحن في ضمن هذه العاصفة، وأتصور بأن الإدارة الأمريكية بالذات اتخذت الإجراءات اللازمة كما قال السيد ستيف بانن منذ قليل بوقف الملاحة الجوية بين الولايات المتحدة والصين في آخر كانون الثاني، ولكن الانتقال إلى توقيف والتباعد الاجتماعي الذي فرض على المجتمع الأمريكي كان يجب هنالك تنسيق مع الولايات وهذا النظام الفيدرالي مع الولايات، وطبعا اتخذ بعض الوقت حتى استوعب الشعب الأمريكي الذي يحصل في بلدان أخرى والذي يجب أن يتبع هنا. وكانت طبعا بدون شك دراسة عالمية أتت من الصين إلى أوروبا ومن بعد أوروبا إلى الولايات المتحدة، ولكن الكارثة الكبيرة هي اليوم التي تحصل في نيويورك لأنه كثرة الشعب الموجود والتواصل الشعبي إن كان من خلال المترو أما الباصات، وطبعا عمدة نيويورك لن يلعب الدور الإيجابي الذي كان يجب أن يلعبه يتبعه في أوائل الشهر الماضي، وإنما دعا إلى الشعب للمتابعة بما كانوا يقوموا به، ولكن حاكم ولاية نيويورك أخذ الإجراءات اللازمة ولكن ربما كانت متأخرة قليلا. طيب أستاذ أشرف، مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. السيد بانون من ضمن الخطة التي يقترحها لإنقاذ أمريكا يقول الإغلاق الكامل أو المتشدد هو ما سيسرع في عملية استعادة النشاط الاقتصادي. هل بإمكان الولايات المتحدة أن تفرض مثل هذا الإغلاق بشكل أو بآخر؟
أهلا بك. يعني أعتقد أن موضوع الإغلاق الكامل غير قابل للتطبيق في أي مكان في العالم وليس في الولايات المتحدة وحدها، ولكن يعني حتى الولايات المتحدة لها طبيعة خاصة يعني تقوم على منح المواطنين الحريات المختلفة، وبالتالي يعني يصعب التطبيق الكامل للإغلاق. ولكن الإغلاق والاحتفاظ بإجراءات المباعدة الاجتماعية أعتقد أنها ممكن أن تؤدي إلى الغرض، بشرط ألا يكون الاقتصاد هو من يحكمنا. يعني أوافق على الإغلاق لوقف انتشار الفيروس، ولكن لا أوافق على أن يكون هناك نظر للاقتصاد باعتباره هو الذي سيقرر متى ننهي إجراءات المباعدة ومتى يسمح للناس بالخروج والعودة إلى أعمالها. المشكلة الكبيرة التي يعني تتحدث عليها حضرتك ويتحدث عنها الجميع هنا أن الاستجابة دائماً تأتي متأخرة، وهذا ترتب عليه نتائج سلبية في تعرض المواطنين، زيادة الأعداد بصورة كبيرة جدا، أكبر عدد من المصابين حول العالم، وحالات كثيرة من الوفيات تجاوزت 9000 حالة. أعتقد أن يعني التأخر ويمكن الأخطاء بدأت قبل ظهور الفيروس. يعني إدارة الرئيس ترامب ألغت وحدة التهديد البيولوجي من مجلس الأمن القومي قبل عامين. الأمر غير واضح كيف لأكبر اقتصاد في العالم غير متاح له القدرات المادية لتوفير الأجهزة والأقنعة الواقية والملابس المعقمة، بل أحيانا السرائر في بعض الأحيان. فيعني هناك مشكلة كانت في تحديد أولويات الإنفاق العام، وأعتقد أنها تسببت في نقص كبير في إمداد الولايات. بعض الولايات تصرخ من فترة طويلة ولم يتم الاستجابة لها، وكان يشار إلى أنها يعني تبالغ في حجم الطلبات، وأعتقد أن النتائج ظهرت واضحة في نيويورك الآن، وكثير من الولايات معرض لنفس المصير للأسف. طيب أستاذ توم، ما رأيك؟ أولا مسألة التأخر التي أشار إليها الأستاذ شريف من ماريلاند، هل بالفعل كان هناك تأخر؟ هل كان بالإمكان تفادي بعض ما وصلت إليه الولايات المتحدة اليوم لو كان هناك استجابة أسرع؟ أيضا النظام الصحي، النظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة نظام متقدم بكل المعايير، ولكن شهدنا أيضا ثغرات عديدة، وشهدنا نوع من الانهيار في بعض المناطق، أطباء وممرضين لا يمكنهم الوصول إلى أقنعة أو الكمامات التي تقيهم العدوى. يعني لماذا برأيك نشهد مثل هذه الأمور؟ أولا النظام الفيدرالي هنا في الولايات المتحدة مع 50 ولاية، يعني بالفعل عندنا 50 دولة، وباستطاعة حاكم كل ولاية أن يكون عنده المخزن الكافي لجميع الحالات. وحاكم ولاية نيويورك بال2015 اللجنة الطبية في نيويورك قالت له نحن بحاجة إلى ماكينات تنفس الاصطناعي، وكمية الكلفة هي حوالي 30,000 دولار، فرفض أن يأتي بالمبلغ الذي أرشدوه عليه. فكل حاكم ولاية أنا أتصور عليها المسؤولية، وكذلك المدن، لأنه هني عندهم الشراكة مع المستشفيات المحلية وبين الولايات والمستشفيات الحكومية وحتى الخاصة، فكل واحد عليه المسؤولية. أما الذي فعله أنا أتصور رئيس ترامب عندما أعلن حالة الطوارئ والتوأمة بين الدولة الفيدرالية والشركات الخاصة لتحويل هؤلاء الشركات الخاصة إلى مصانع لآلات طبية والتسرع بها ضمن يعني 60 نهار. هلأ لو طبعا هو يعرف بها، ولكن حتى هذه النقطة أستاذ توم، البعض يقول الرئيس ترامب تأخر بها، استخدام ما يعرف بقانون الإنتاج الحربي أو War Production Act، يعني تأخر فيها إلى حد ما، والبعض يقول أنه كان بإمكانه أن يقوم بذلك في وقت أسرع لتحقيق النتائج الأفضل. أنا أتصور بأن الانتقادات، طبعا كل واحد عنده سبب للانتقادات، ولكن الوقائع، لماذا لك إنجلترا تأخرت وإيطاليا تأخرت وكل الدول الأوروبية وحتى كوريا الجنوبية لحد ما وطوكيو؟ يعني الانتقادات هينة، ولكن ما هو العمل؟ ما هي وسائل العمل؟ وخاصة نحن اليوم الرئيس يجب أن يلعب لعبة الحق بين المجال الصحي والحفاظ على أمن المواطن، والنقطة الثانية وكذلك مهمة هو الوضع الاقتصادي. وطبعا الولايات المتحدة قاموا
يعني فتح حوالي 2 تريليار دولار بالسوق. يعني إذا هذا كان بأي عالم ثالث كانت انهارت السيولة في هذا البلد، ولكن هون عظمة الولايات المتحدة وفتح الأموال الكبيرة للشارع لضمانة النظام الاقتصادي. ولكن ما الذي ننتظره في الفترة القادمة، وما هو التغيير الجذري الذي سيحصل؟ أنا أعتبر هنا في الولايات المتحدة هو كما بعد حوادث 11 أيلول رأينا كيف تغيرت أنواع السفر وبين الولايات وبين الدول والاحتياطات التي اتخذوها. وأنا أتصور هنا يعني بعد شهر حسب ما نتصور يجب أن يفتح المجال الاقتصادي من جديد في الولايات المتحدة، وربما سيكون نوع من احتياطات وتدابير وإجراءات في المطارات بعد المصانع أن تطلق آلات للفحص بسرعة يعني بحوالي 5 دقائق أما أقل، ربما جميع المسافرين عليهم أن يخضعوا لهذه الفحوص، وعند وصولهم إلى نقطة نهاية المشوار سيخضعون هنالك إلى 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 نقاط فحص. يعني سننتظر نوع جديد من التعامل مع بعضنا البعض في جميع المجالات وربما المطاعم. اليوم يجوز يكون المطعم باستطاعته أن يسع 200 شخص، ربما سيفرض قانون على كذا شهر أن يكون يفتح لبس لخمسين شخص. طيب أستاذ شريف، يعني النقطة التي يثار حولها الكثير من الجدل هذه الأيام هو كيف يمكن الموازنة بين الحفاظ على الصحة العامة، الحفاظ على أرواح الناس وصحتهم من جهة، وفي الوقت نفسه العمل على إبقاء العجلة الاقتصادية تدور ولو بشكل أدنى، يعني بشكل يعني يمكن بعد أن تذهب هذه الجائحة أن يعود الاقتصاد تدريجيا. هل هناك بالإمكان موازنة هاتين المسألتين برأيك؟ بالتأكيد لابد من الموازنة، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه أزمة غير مسبوقة لم يعاصرها أحد ممن يعيشون الآن. هي ليست أزمة مالية أو اقتصادية، هي أزمة صحية بالأساس، وبالتالي تكون نقطة البداية أن نتفق جميعا على أن نحاول القضاء على الفيروس ومنع انتشاره. قبل أن يحدث ذلك لا مجال للحديث في أي شيء. في إطار الجهود المبذولة أو يعني بالموازاة بالتوازي مع الجهود المبذولة للقضاء على الفيروس، لابد أن يكون هناك بعض التخطيط لما سيحدث بعد ذلك. نحن نحاول أن ننقذ الاقتصاد، نحاول أن ننقذ حياة الناس ودخولهم ومصائرهم ووظائفهم، ولكن في نفس الوقت يأتي ذلك بعد إتمام القيود وتوفير الضمانات الكافية حين يعني نقرر أن يبدأ الناس في الذهاب لأعمالهم. لابد من أن تكون هناك ضمانات كافية وطرق وقاية كافية، ولكن المشكلة الحقيقية يا سيدي في الوقت الحالي أن كل ما يحدث في الولايات المتحدة أصبح مسيسا بصورة كبيرة جدا. فعندما يتخذ أي قرار سواء من الإدارة الأمريكية يعتبر سياسيا أو من الحزب الديمقراطي يعتبر سياسيا لمواجهة الرئيس ترامب، حتى يعني فيما يخص التنسيق مع الولايات، الولايات لديها فعلا بعض الحرية في كثير من القرارات، ولكنها لجأت للرئيس. الرئيس يعني اعتبر أن بعض الولايات تبالغ، وكان هناك كلام في الصحف الأمريكية عن تفضيله للولايات التي تؤيده والولايات التي ينجح فيها في الانتخابات. في نفس الوقت عندما تم اتخاذ قرارات لحزم إنعاش اقتصادي وتعويض الشركات ولحثها على الاحتفاظ بالموظفين، يعني تأخر كثيرا الاتفاق على ما يتم توجيهه وعلى الاتجاهات التي يتم التوجيه فيها. وحتى الآن بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر من بداية الأزمة لم يصل لأي من الموظفين ممن اضطروا لترك وظائفهم، لم يصل لهم أي دولار، ولن يصل قبل أسبوعين، وبعض الموظفين لن يصل إليهم قبل 5 أشهر من الآن. في حين أن الشركات الأمريكية كثير منها حصل على قروض
البنك الفيدرالي تدخل في الأسواق لمنع سقوط يعني منع انهيار سوق الأسهم وسوق السندات، ومد قروضه لبعض البنوك المركزية في الدول الأخرى، وهذا يعني يلقى انتقادا كبيرا من بعض الجهات هنا في الولايات المتحدة. وفي النهاية للأسف يعني الكل يقول أنها أمور مسيسة والهدف منها فقط هو الانتخابات القادمة. طبعا نحن نتابع تفشي هذا الوباء في الولايات المتحدة، وطبعا تختلف المسألة من ولاية إلى أخرى. بالمناسبة بعض الولايات التي لم نسمع عنها في الآونة الأخيرة، ولاية إلينوي على سبيل المثال، وصلت أعداد الإصابات فيها إلى أكثر من 11 ألف إصابة، هذا رقم لافت بالنسبة لهذه الولاية. أستاذ توم، البعض يتحدث عن أنه التزام الناس في الولايات المتحدة ليس بالمستوى المطلوب، شعور الناس بالخطر ليس بحجم التحدي وحجم هذا التهديد، لماذا برأيك لا يزال الالتزام محدود إلى حد ما في كثير من هذه الولايات؟ يعني تقدر تجبر الإنسان خاصة في بلد ديمقراطي مثل الولايات المتحدة الالتزام الكامل، من الصعب إلا أن تعلن حالة طوارئ ملزمة. فمن هذه الناحية أنا لا أتصور بأنه الشعب سيأخذ أي عملية من هالنوع بنوع حالة طوارئ ملزمة. ولكن اللي عم بيصير وعم نحس فيه، إن كان محلات الغذاء أما محلات صناعة معينة، يعني اليوم بلشوا يفرضوا نوع من التنظيم الداخلي ضمن هالمحلات. يعني تروح على محلات بتلاقي حاطين إشارات على الأرض تضل مترين بعيد عن الشخص الثاني حتى تروح تدفع الأموال للبضاعة التي تشتريها. يعني في قضايا تنظيمية بدأت، وهذا بيريح المواطن الأمريكي أن يخرج إلى الشارع من جديد ويخرج إلى المتاجر والمحلات التي تعود عليها ويجب أن يحكي. بس البعض يقول أستاذ توم وأستاذ شريف الوقت تأخر كثيرا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. نحن الآن بشهر 4، الوباء صار له ينتشر 4 أشهر تقريبا. أستاذ شريف، يعني هل كان بالإمكان اتخاذ بعض هذه الإجراءات في وقت أبكر يعني تفادي الوصول إلى السيناريو الأسوأ؟ يعني بالتأكيد كان من الممكن اتخاذ إجراءات في وقت أبكر، ولكن المشكلة أن يعني ترامب تجاهل نصائح السلطات الصحية، تجاهل التقارير الواردة إليه من المخابرات، وتجاهل يعني تعامل مع الموضوع على أنها نوع من الأنفلونزا سيتم القضاء عليه في خلال أيام، وحتى الحالات الـ15 التي كانت قد ظهرت وقتها يعني هو توقع أن تختفي تماما. بعد ذلك يعني تغير سلوكه بصورة كبيرة جدا، ولكنه ما زال يعني هو كان يحاول أن يعيد الأسواق والنشاط الاقتصادي عموما في الولايات المتحدة بحلول عيد الفصح في 12 إبريل الحالي. تم الضغط عليه وتأجيلها إلى نهاية الشهر، ولا أعتقد أن بنهاية الشهر الحالي سيكون الأمور مجهزة. فأعتقد أن الضغوط التي تأتي إليه من الفريق الطبي وفريق إدارة الأزمة وأيضا من الحزب الديمقراطي ربما تساعد على وضع الأمور في نصابها، ولكن التحدي الأكبر أن يعني ترامب يعرف أن الإنجازات الاقتصادية التي حققها خلال السنوات السابقة هي أساس حملته الانتخابية القادمة، وبالتالي هو يريد ألا يفقدها. وفي نفس الوقت هو عينه على عدة صراعات أخرى خارجية، يعني هناك مشكلة الحرب السعرية في النفط وما ستؤدي إليه من تأثير على كثير من الشركات الأمريكية، ربما يضطر بعضها للإفلاس والخروج من السوق تماما. هناك يعني الأقاويل التي تنتشر الآن أن ما يحدث هو يعني جزء من صراع كبير على السيطرة على الاقتصاد العالمي في الفترة القادمة. كلها أمور من التحديات يعني تشكل تهديد كبير لفرص إعادة انتخابه، ولكن هو أعتقد سيضطر في النهاية للالتزام بالنصائح الطبية لأن هي الأساس يعني اتخاذ القرار في الوقت الحالي لاستئناف النشاط أو الاستمرار في إجراءات المباعدة. أستاذ توم، ما رأيك في هذه المسألة، مسألة الجانب السياسي لكل ما يجري في الولايات المتحدة وإمكانية استخدام، ولا شك أنها ستستخدم هذه الورقة في الانتخابات القادمة في شهر نوفمبر، إلى أي مدى برأيك هذه المسألة تضعف أو تهدد أو تخفف من فرص الرئيس ترامب لإعادة انتخابه في فترة ثانية؟
لا، أنا بتصور هذه مشكلة أتت من الخارج على المجتمعات الدولية كلها، والشعب الأمريكي واعي لهذه القضية، وإدارة الرئيس ترامب والرئيس ترامب بالذات كيف تحمل تنظيم هذه الوباء المتفشي في العالم وفي الداخل الأمريكي، مما أعطاه مجال أمام الشعب الأمريكي كل يوم أن يعقد مؤتمرا صحفيا ويكون ويوضح بشفافية ماذا يحدث. اليوم شعبيته أما المؤيدين للميزان الذي يقوم فيه يعني زادت لنسبة أكثر من 60%، ولكن سيكون هنالك منتقدين دائما مهما كلف الأمر مهما فعل الرئيس، ولكن الشعب الأمريكي يؤيد المبادرات التي يأخذها والإجراءات التي يأخذها، وهم يعرفون بأنه يقوم بما لديه إن كان مع الشركات الخاصة أما مع النظام الفيدرالي أما مع حكام الولايات لتسهيل أمورهم باستطاعة المركز الفيدرالي. أستاذ شريف، البعض يقول ربما الذي سيدفع الثمن الأفدح والأكبر في هذه المسألة هي الشركات الصغيرة متوسطة الحجم أو حتى الصغيرة. إلى أي مدى برأيك سيكون هناك حالات إفلاس على نطاق واسع كما يتوقع البعض؟ بالفعل كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر الخاسرين فيما يحدث في الفترة الأخيرة، ولكن إدارة الرئيس الأمريكي وجهت ما يقرب من 350 مليار دولار تم البدء في إقراضها للشركات الصغيرة من قبل يومين، يوم الجمعة تحديدا، وتقدمت يعني هم يهدفون إلى مد هذه القروض إلى 30 مليون شركة صغيرة في الولايات المتحدة تحتاج لهذه الأموال للحفاظ على العمالة لديها ويعني الاحتفاظ بسيولة تسمح لها بإدارة أعمالها في الفترة القادمة. بدأت بالفعل البنوك الصغيرة في الحصول على هذه القروض لمدها للشركات. القروض كانت في البداية بتكلفة بفائدة 0.5%، ولكن تم رفعها إلى 1% وهي فائدة منخفضة في كل الأحوال، ولكن أيضا قد تسمح الإدارة الأمريكية للشركات بعدم سداد هذه القروض لو استخدمت 75% منها في دفع أجور العاملين فيها، وبالتالي هي فرصة كبيرة جدا للشركات الصغيرة، ويعني أنا أتمنى أن يكون هناك رقابة على استخدام هذه الشركات للقروض حتى لا تستفيد بها ولا يستفيد العاملين بها في الحصول عليها. طيب، في الوقت المتبقي أستاذ توم، كما سمعنا من الرئيس ترامب وكما يتوقع الكثير من الخبراء، الأسوأ لم يأتي بعد. يعني لا أحب أن أسألك عن تكهنات أو توقعات، ولكن هل الأسوأ أسوأ بكثير مما نشهده حاليا؟ بدقيقة يعني الأسوأ هو بالأسبوعين القادمين ما ستكون عدد الوفيات في الولايات المتحدة، وهذا الذي لم نعرفه، ولكن حسب الأرقام ستكون يعني بمية ألف وما فوق وربما أقل، فلذلك يحاولون أن يفرضوا التباعد الاجتماعي، ولكن الدواء الذين اليوم يحاولون أن يلقحون به الناس هل ستستفيد منه كمية كبيرة من العالم ولا لا، بعد ما بنعرف كل الوقائع وكل الداتا الذي نتمنى أن نحصل عليها. طبعا نحن نتابع بشكل يعني وثيق ما يحدث في الولايات المتحدة وفي بقية أنحاء العالم فيما يتعلق بهذه الجائحة، جائحة وباء كورونا. ونذكر مرة أخرى، هذه الصور تأتينا مباشرة من ساحة تايم سكوير في مدينة نيويورك، الساحة التي تعج عادة بالكثير بالألاف من الناس، نراها شبه فارغة في هذه الأيام. أشكر ضيوفي، كان معنا من فلوريدا السيد توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي وللديمقراطية، وكان معنا أيضا من ولاية ماريلاند الأمريكية الخبير الاقتصادي شريف عادل. شكرا لكم، موعدنا يتجدد غدا في غرفة الأخبار، إلى اللقاء.